هذه القافلة قافلة كبيرة تغطي كل المتضررين. بدعم ومن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني للأحمر الإماراتي، احنا اليوم برفقة القافلة الإغاثية المقدمة من الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية والهلال الأحمر الإماراتي. هذه القافلة يعني قافلة كبيرة تغطي كل المتضررين من أضرار السيول، سواء كانوا مقيمين أو نازحين أو يعني في هذا مقيمين أو نازحين في هذا الاتجاه. نشكر العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي على هذا الحرص الشديد على إيصال وإنقاذ جميع المضررين من أضرار السيول. بدعم ومن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني للأحمر الإماراتي وتنفيذ خلية الأعمال الإنسانية، يأتي هذا برعاية العميد الرفيق طارق محمد عبد الله صالح الذي يبذل جهود كبيرة لإغاثة المتضررين من سيول الأمطار في مديرية حيس والمناطق المحررة في الساحل. الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبا وقيادة على ما يبذلوه من دور كبير في إغاثة كافة أبناء اليمن وأبناء محافظة الحديدة والساحل بشكل خاص.